منخرط ودادي. جينا اليوم باش نشجعوا الفريق المغربي اللي هو فريق الرجاء اللي كنتمنوا له التوفيق، اللي كيشرفنا ويشرف المغاربه ككل، تيشرف بلادنا ودخلنا العالميه، وكنتمنى له التوفيق يوصل النهايه، والا ما وصلش النهايه ثالث او رابع فهو في المربع الذهبي، وحنا مغاربه في هذه الساعه فمغاربه ورجاويين الا بغيتي تقول في هذه الساعه، نتمنى له التوفيق.